الأطلس المتوسط وكر المقاومين الصناديد ومهد الكرماء الأجاويد. مرتفعات تكلل رؤوسها تيجان بيضاء نقية، ووديان تنساب مياهها رقراقة متلألئة سخية، قنطرة بين الشمال والجنوب، مبانيه البالية تنم عن تاريخ مجيد، ومآثره العتيقة تبوح بماض تليد، قلع منيعة أتى عليها التهاون والإغفال، وحصون بديعة تظافر عليها الجهل والإهمال. فهل نستطيع ترميم الأسوار وإصلاح الديار؟ هل نستطيع استعادة الرونق وتوقيف الدمار؟ أيشع نور العلم يوماً وتنبعث روح الزوايا والمدارس العتيقة؟ أم سيلازمنا الحمق وتبقى الجهالة بنا لصيقة؟ فتغور مياه الآبار وتنضب الأنهار، ويجف ما كان على ممر السلاطين من جنان وحقول وبساتين.